الكلاب الضالة تجتاح شوارع شفشاون وتثير رعب الساكنة وزوارها. تعرف مدينة شفشاون السياحية شمال المملكة انتشاراً كبيراً ومقلقاً للكلاب الضالة في غياب أي تدخل للمصالح الجماعية، خاصة قسم حفظ الصحة. وحسب مصادر محلية، فظاهرة الكلاب الضالة أصبحت تشكل تهديداً حقيقياً ويومياً لساكنة المدينة، خاصة خلال الفترة المسائية والصباحية. كما أن الانتشار الكبير لهذه الكلاب يسيء لجمالية المدينة التي أصبحت خلال السنوات الأخيرة ذات جاذبية سياحية كبيرة. هذا ويطالب مجموعة من السكان والنشطاء المحليين سلطات عمالة شفشاون بالتدخل السريع لإيجاد حل لهذه الظاهرة بعد عجز مصالح الجماعة عن التدخل، رغم الشكايات المتعددة الواردة عليها في هذا الشأن.